السلام عليكم، مرحبا بكم في حصة جديدة. اليوم كيف ما وعدتكم نوريكم دوك لي باغيت ديال الشوكولات، كيفاش صايبتهم. طريقتهم سهلة بزاف وما كيحتاجوش الماتيريال كتير. اذا بالنسبه لهاد لي باغيت باش نجهزوهم، غنحتاجو اكيد الشوكولات اللي غندوبوه في حمام مريم، غنحتاجو اون بوش ادوية اللي غتكون شويه بلا وغتكون مسننه، وغنحتاجو البابي كويسون او ورق الطهي. صافي، كنحاولو ندوبو الشوكولات ديالنا، كنحطوه في لابوش ادوية وكنحاولوا نشكلوا خطوط من الشوكولا. هنايا وريتكم واحد طريقه اخرى، يعني اللي ما عندوش لابوش يقدر يشري غير هذيك لادوي بوحدها، راه رخيصه ما غاليهاش بزاف، وتاخذوا واحد البلاستيك العادي وتوضعوا هذيك لادوي في الراس ديالو. انا حاولت وريتكم حتى الطريقه الاخرى، يعني ماشي بالضروره تشريو ديك لادوي، تشريو ديك داك لابوش ولا مي لادوي، من الاحسن لادوي من الاحسن تشريوها. صافي، وكنحاولوا نخرجوا الشوكولات ديالنا. حاولوا الشوكولات ما يكونش دايب ليكم بزاف، يعني ما يكونش سخون بزاف، خليوه يدفى واحد شويه، عاد حاولوا دوزوه في ديك لاباش ديالكم. صافي، من بعد كتقطعوه وكتقطعوه على القياس اللي بغيتو اكيد، وكتحتفظوا به. نتمنى ان هاد الطريقه تنال الاعجاب ديالكم. صراحه انا بعدا يعني نفعتني بزاف، لانني ما كانش عندي شوكولات وكنت اوبليجي انني نحضر دي بان شوكولا، فبقيت كنفكر وقلت علاش ما نصايبش بهاد الطريقه. وصدقات اللي هذا حبيت نشاركها معكم. فنتمنى ان الوصفه تكون نال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم وبالاعجاب، اكيد الا عجبتكم الوصفه ومشاركه ديال هاد لاستيوس هادي مع احبابكم وناسكم. نتلاقاو ان شاء الله مع وصفه اخرى. تهلاو فريوسكم والسلام عليكم.